أكثر من 1300 شركة صينية لها استثمارات في مصر برأس مال يصل إلى 800 مليون دولار، يعمل معظمها في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الإنشائي. الشركات الصينية العاملة في مصر توفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل. تسارعت الشركات الصينية من أجل إقامة مشروعات جديدة في مصر. هناك إحدى الشركات الصينية التي أقبلت على إقامة مشروع كبير في العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع يتكلف ما يقرب، تعهدت الشركة بضخ ما يقرب من 20 مليار دولار في السوق المصري خلال السنوات القادمة، وتعهدت بأن البداية ب 2 مليار دولار خلال 5 سنوات القادمة. هذا المشروع العملاق بيضمن تطوير منطقة ما يقرب من حوالي 15 ألف فدان في العاصمة الإدارية الجديدة. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات الصينية تشارك في إقامة مشروعات تنموية متعددة في مصر، وأنه سيتم تشييد أطول برج في مصر والقارة الأفريقية بخبرة صينية في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة. خبرات الشركات الصينية معروفة وكبيرة وقوية، وبالتالي كان الاستعانة بهذه الشركات في إقامة أعلى أبراج في على مستوى في العاصمة الإدارية بمصر الجديدة، وهي الأعلى على مستوى القارة الأفريقية، انطلاقا من قدرات هذه الشركات الصينية وخبرتها وما تتمتع به من قدرة تنفيذية وكفاءة في التنفيذ وخبرتها، وأيضا في وسائل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. الشركات الصينية تسهم في العديد من المشروعات الكبرى في مصر، مثل محطتي توليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين، ومشروع عتاقة لضخ وتخزين الكهرباء، ومشروع القطار المكهرب، وتوسعة المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، فضلا عن مشروع تطوير ميناء العين السخنة. العلاقات الصينية المصرية تطورت كثيرا خلال الفترة الأخيرة، فيما تسعى مصر للاستفادة من الخبرة الصينية، وخاصة مع التطور التكنولوجي الهائل الذي حققته الصين في جميع المجالات، وهو ما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مستجاب عبد الله، سجدين العربية، القاهرة.